باب الكراهة في ركوب الجلالة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإنه أكلت علفت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. نعم، إذن هناك شيء منهي عنه وهو الجلالة. الجلالة حتى أنه ينهى عن أكلها، وينهى عن ألبانها، وينهى عن ركوبها. فما هو المقصود بالجلالة؟ ما المقصود بالجلالة؟ التي تأكل القذر من الدواب. نعم، التي تأكل القذرات العذرة، الله يعزكم، الأشياء الوسخة والقذرة والبراز وما شابه ذلك. فهذه يعني في زماننا، عفوا بهالكلمة، قد تربت على المزابل والحاويات، يعني معلش عبارات عصرية لكنها مفهمة. فمثل هذا لا يجوز أن تأكلها، ولا يجوز أن تركبها، ولا يجوز أن تأخذ من ألبانها. وطبعا ورد عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة 3 أيام ثم يذبحها فيأكلها. وعلى ضوئها إخواني في الله، إذا أردت أن تطيب طعامك فدائما كن مشرفا على الذبح. إذا أعطاك الله مالا أو قدرة فحاول أن تأكل من شيء مذبوح أمامك، مفقد، خالي من الأمراض،